خاف الله اسمعوا ما في اجراءات اللي راه محسوبا اللي ما نساوهاش التاريخ باشا كيسبب في اعتقال او في حراسه نظريه لواحد المناضل اللي عنده الغيره على البلاد. الغيره هي اللي خلتنا لهاد البلاد. شكرا للتضامن ديالكم كاملين. بوفو كيبلغ لكم السلام. راه مزيان وما غادي يكون ان شاء الله والو. هادو غير ما حاضر ها شو سبيس هادي السيول عمي كي كمل. هذا اجراء قانوني وعلاش تقدمت تدو شكايه؟ راه الشرطه كتقوم بالواجب على اساس يستمعوا له. الحما غادي يكون فيها ان شاء الله لا اعتقال لا والو. الموفو راه مزيان وراه مزيان ان شاء الله ضروري قريب يخرج لكم. اتخاف الله اسمعوا ما في اجراءات اسمعوا.
إدريس خاطر حالي سيف وراه غير في اجراء قانوني راه كاين واحد الشكايه ضد موفو شخصيا دارها الباشا هاد الاجراءات راهم متابعين معاها نقطه بنقطه هو حسب الشكايه كاين مجموعه ديال الكلامات قالهم في المظاهره من انطلاقا كاين فيديوهات كيفوتوهم وكذا واش كتعني بهادي واش كتعني بهادي الامور غادي تكون سلامات راه مطبعونا المسؤولين الحمد لله شوفي راه عندنا الاخوات الحمد لله راه عندنا مسؤولين امنيين وطنيين راه كيبغيو فيك كيما كتبغيوها نتوما والله غير لمس فيهم الخير قال لك ما بغيناش هادشي راه الا الباشا خطا راهم عارفين ان ما الاحتقان ماشي صالح اي واحد حنا باغيين التهدئه عندنا مشكل ديال الماء هو اللي غادي نتصرف فيه هو الاول ان شاء الله هاد المشكل ديال الموفو غادي يكون عارض ان شاء الله وعلى الشكايه انا كنعتبرها كيديه 3 شهور وحنا كنتظاهروا 3 شهور تقالوا كلمات فهمت لهم بان الحراك الحمد لله سلمي وربما اي في اي نقطه غادي يمشي لواحد الاتجاه اللي غير مسموع وحتى الناس ديالنا كلشي راهم مع الاطمئنان ديال السكان الحمد لله ما غادي يوقع والو ان شاء الله اجراء شوف اجراء وغادي يفوت كما الاجراءات اللي فاتوا وغادي نستمروا ان شاء الله وغادي نناضلوا وكنبغيو هذه البلاد هذه الغيره اللي فيكم هي اللي خلات موفو يبقى تما حتى 20 ساعه وراه حنا هنا ما شوف بغينا فيكي الشركة احنا غادي نقولوا حسبي الله ونعم الوكيل اللي وصلنا للدرجه حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل اسمعوا الاخوات الناس اللي راهم ضدنا راهم باغيين الانفلات حنا ضد الانفلات حنا بغينا سلميه الوقفه ديالكم شوف شرعيه هذه الوقفه شرعيه كندافعوا على 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 موفو وغادي ندافعوا على الجميع ماشي غير موفو موفو كيقول لكم راهو باغيين شي انفلاتات باش يسجلوهم علينا الحمد لله سلميين من حقنا نتظاهروا من حقنا نقول شعارات من حقنا في اطار الشرعيه راه عندنا حقوق وعندنا مطالب ومن حقنا هاد المطالب ما تخافوا والو ان شاء الله ما تخافوا والو غير هي نقلبوها سلميه ما بغيناش شي ان شاء الله سلميتنا اقوى من كل شيء ما غاديش نعطوا لهم الهدايا ها وحده بالنسبه ان شاء الله تعالى هاد الشعله هادي غادي تزيدنا ان شاء الله تعالى بالنسبه ليوم الجمعه ان شاء الله كل في جيج كل واحد اللي عنده الجار ولا الصغار الكبار يجيو ان شاء الله تعالى غادي تكون ان شاء الله تاريخيه غادي نبينوا لهم حنا زايدين
ما غاديش نتناكسوا ولا نتراجعوا ولا نتخلوا على اي فرد من هذا حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل. هذا الامر انه غادي يبقى في الحراسه النظريه الى ان يتقدم الوكيل الملك غدا لبوعرفه، غير باش يعرفوا المجرى ديال القانون كيقول بان ما خص يبات هنا هاد الليله على اساس غدا يتقدم امام وكيل الملك على اساس الى لقينا شي حاله للموضوع مع الشكايه مساحه ديال الصور. كاين الشكايه قدمها الباشا المدينه. كنا كنتمناو ما يكونش هاد الشرخ، ولكن الظرفيه هي اللي جابت هاد المساله. غادي تقدم غدا امام انظار وكيل الملك، هو اللي غادي ينظف الملف ديالو. كنعاود نعاود هاد الليله غادي يبات هنا وغدا غادي يتقدم. وكنتمنى من الاخوان راه رد الافعال ما تجيب لنا والو، الا غادي تحتجوا بواحد العقليه متقدمه. الحمد لله الناس ديال فيكيك الحمد لله المسيره ديالهم كانت حضاريه ولات يضربوا بها المثل. الحمد لله عمرنا ما كانت التكسير ولا الضرب ولا العنف. تعاملنا مع الناس وعلاش حتى الامنيين ولا الناس اللي معنا حتى هما سكان الفيكي. كنتمنى ما يكونش رد الفعل اللي غير محسوب اللي غادي تحسب علينا واللي يضر عاوتاني حتى يضرموا فوق. الحاجه اللي راه محسوبه اللي ما نساوهاش التاريخ، باشا كيسبب في اعتقال او في حراسه نظريه لواحد المناضل اللي عنده الغيره على البلاد. الغيره هي اللي خرجتنا لهذ البلاد. كنتمنى وكنعاود نعاود اي رد فعل. لا ما كانش بغيتو تحتجوا وقفه، بغيتو ديروا اعتصام شي حاجه، يكون المسائل سلميه. يا الواجب هذا الصباح غادي ناض، غادي ناض هذا الصباح الصباح ما تحركوش منا. صافي الميساج ديالك وصل، الميساج ديالك وصل.